في كمالها الوجودي هي من أولئك المعصومين الأربعة عشر الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى أنوارا وجعلهم بعرشه محدقين، فهي وجود نوراني قبل أن تكون وجودا ناسوتيا في عالم الملك والملكوت. قبل أن تكون وجودا ناسوتيا هي وجود نوراني، الله سبحانه وتعالى شقه من نوره، شقهم الله سبحانه وتعالى من نوره وجعلهم أنوارا بعرشه محدقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهي ذات وجود نوراني كوجود أبيها وبعلها وبنيها المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد. ذلك الوجود النوراني الذي الله سبحانه وتعالى عرف به ملائكته وعرف به أنبياءه ورسله، وهي تلك الأسماء الطاهرة التي علمها الله سبحانه وتعالى نبيه آدم عليه السلام، وبمعرفتهم وبمعرفة محمد وآل محمد انبثقت كل المعارف الإلهية، وهي تلك الكلمات الطاهرة التي تلقاها آدم من ربه فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الوجود النوراني، الوجود النوري الكمالي لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها.